السلام عليكم ورحمة الله. في تجربة المريض الطبيب مريت بأشياء علمتني كأني لم أدخل كلية الطب لأتعلمها، لأنه مو كل شيء مكتوب في الكتب. إحنا كأطباء منحرم من أشياء كثيرة، أحياناً ما نعرف مشاعر المريض فيها، مو لسوء جهل، لكن أحياناً لأنها ما هي من الأشياء اللي تكون مكتوبة في الكتاب. سبحان الله، مريت بثلاثة تجارب هأتكلم عليها اليوم، من أعمق التجارب اللي مريت بها. أولها كان الضعف حق العضلات اللي ما كان يخليني أقدر أتحرك، اللي يوصلني إلى دورة المياه. فبالتالي في لحظة كانت من أصعب لحظات مرضي، لما ما قدرت أمسك نفسي، للأسف الشديد كل شيء لأول مرة في حياتي يخرج مني على السرير ويحتاج أحد ينظف من تحتي. هل كطبيب أنا ما عمري قابلت هذا الموقف؟ قابلته كثير، قابلته أدق على الباب وأعرف إن مريض الأهم يغير، بس هل عمري حسيت بهذا الإحساس؟ هل عمري لما دخلت للمريض بعدها حمدت له وعرفت قديش إني أبتسم له وأقول له الحمد لله، الحمد لله على السلامة، ما يهمك، شيء بسيط؟ هل لحظة الانكسار هذه كنت أعرف إحساسها؟ لا، ولا طبيب يقدر يعرف إحساسها، لأنه لو أي طبيب يعرف إحساسها هيعتذر للناس مرة كثير، إنه لو قالوا له أحد من أهلنا موسخ ونحتاج أحد ينظفه لأنه متضايق. كطبيب ممكن تقول دحين أقول للمرضى، دحين أقول للأحد يساعدكم، لكن الدقائق تمر سنين والإحساس صعب جدا، ولكن ربنا يعطي الممرضة المبتسمة اللي طالع فيه وتقول لي ما في مشكلة، ما في مشكلة، كله يصير كويس. وجيني بنت بلدي تقول لي يا دكتور لا تقلق كله خير. رسالتي لكل الطاقم الطبي، نظف مريضك بسرعة وابتسم، لأنه محتاج منك هذه الابتسامة، ومحتاج إنك تراعيه في أصعب وقت. الثاني كانت لما مضى لي أسبوعين وبدأت أتنشط شوي، وقالوا لي اليوم هناخدك تستحمى، وأنا كنت ما استحميت وجلست تحت دش لي أسبوعين. أي أحد دحين يشوف يقول نعم الله كثيرة، ما عمرك وإنت دخلت تستحمى حمدت الله إنك إنت قمت دخلت الحمام استحميت؟ أنا يومها الشعور إني أستحمى وينزل الموية وأنا على 15 لتر أكسجين، إحساس مذهل، مذهل إنه الموية تنزل عليك وإنك تستحمى. وجلست أفكر في كل السنين اللي أنا استشاري، والله يغفر لي ما عمري سألت واحد من مرضاي إذا يبغى يستحمى، ولا إيش اللي نفسه الاستحمام شيء عجيب، أو إني قلت للطاقم الطبي تأكدوا اليوم إنه استحمى إذا كان يبغى. خرجت أرسلت لكل أهلي قلت لهم أبشركم اليوم أنا في قمة الانبساط، أنا استحميت،
إحساس عظيم إنك أحياناً تشعر بمتعة. وأي واحد الآن بيشوفنا ويقدر يقوم يستحمى بنفسه بدون أكسجين، لأنه لا تنسوا حلمي دائماً إني واحد متر بدون أكسجين. لازم تحمد الله. الله لو يحسسنا بقيمة كل شيء إحنا نحتاج نسويه لا ينتهي الحمد. وثالث إحساس، إحساس الشربة الباردة. في يوم كنت مرة جيعان وأنا في العناية، وتجلس طوال 24 ساعة تستنى أحيانا حاجة نفسك تتمناها، فتيجي الشربة، وجات الشربة باردة. ولما جات باردة ما قدرت أشربها، فجلست كل الممرضات يقولوا لي نجيب لك غيرها، يعني أنت ليش زعلان؟ قلت أنا بس زعلان علشان أنا ما عمري جلست أركز للأطباء اللي أصغر مني، مع أني أنا أسأل ناس كثير أقول لهم كيف الأكل في المستشفى كويس، تبغون نجيب لكم أكل من برا، تبغوا تجيبوا لأهاليكم، لكن ما عمري كنت مدقق أنه كل مريض أتأكد أني أعطيته حق من حقوقه، اللي أني أقدر أقول لك طبيب إذا ما هو عاجبك الأكل ولا شايفه بارد قل لنا نسخنه، إذا شفته ما هو كويس تبغى تجيب أكل من برا جيبه، لأنهم هم جالسين يستنوا هذه الوجبة. مو كان زعلي منها باردة، زعلي من تقصير كل مرة دخلت فيها على مريض ونسيت أسأل إذا كان هو مبسوط من الأكل اللي أكل ولا لا. الدروس ما تنتهي في خبرة مريض طبيب. شوفكم الحلقة الجاية.